السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفه القاعدة اللي تقول أن عدد الصفر يساوي واحد. لماذا أي عدد الصفر يساوي واحد؟ إذا غنطلق من القاعدة اللي كيعرفوها جميع التلاميذ انطلاقا من المستوى الأولى إعدادي، اللي تقول أ أس أن كتساوي أ فوا أ فوا أ فوا أ أن فاكتور، يعني أن مرة. إذا هذه القاعدة كل شيء التلاميذ كيعرفوها انطلاقا من المستوى الأولى إعدادي. إذا إلا خدينا إلا طبقنا هذه القاعدة هذه 2 أس 4، يعني 2 بويسونس 2 إيكال 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 إيكال 16، 2 بويسونس 3 إيكال 8، 2 بويسونس 2 إيكال 4، 2 بويسونس 1 إيكال 2. إذا دابا هنا إلا وصلنا هنا، إلا وصلنا 2 بويسونس 0 شنو غادي نكسب هنا؟ إذا كنشوف هنايا كنقص من 4 انتقلنا الأس 3، من بعد انتقلنا الأس 2، من بعد انتقلنا الأس 1، ومن بعد انتقلنا الأس 0. إذا هنا غادي كان في شكل تنازلي. إذا من وصلنا ل 2 أس 1 كسبنا أن واحد فاكتور، يعني أن واحد يعني هي 2 مرة واحدة هي 2. ولكن 2 أس 0، 2 أس 0 شنو غادي نكسب؟ شنو غادي نكسب؟ واش يمكن لي نكسب زيرو فاكتور؟ إذا ما يمكنش. إذا شنو غادي نكسب هنايا؟ إذا بعد البحث ديال العلماء ديال الرياضيات، اذا حاولنا نشوفوا هنا، اذا الا كنا في هذه الجهه هذه اللي كنقصوا اس 1 نشوفوا النتيجه هنا. اذا ملي كانت عندي اس 4 كانت عندي 16، وملي نزلنا بدرجه واحده نزلنا ب 3 شنو عطاتني هنا؟ من 16 مشيت ل 4 ل 8. اذا شنو درت؟ يعني راه هنا بحال قسمت على 2. بنفس الطريقه الا نزلت بدرجه واحده من 8 إلى 4 راني قسمت على 2، ومن 2 باش نزلت لواحد راه هنا من 4 ل 2 راني هنا قسمت على 2، ومن 1 ل 0 إذا أنا ولات عندي واحد العملية ولا واحد التسلسل اللي معروف أنني دائما كنقسم على 2. علاش كنقسم على 2؟ كملاحظ علاش كنقسم على 2؟ حيت هنايا خديت أنا الأساس، خديت 2. انا خديت هذا المثال للتوضيح فقط، اما ممكن ناخذ اي عدد تنطبق عليه القاعده. اذا هنا تتبان لي بانني كنقسم على 2 حيت هنا خديت الاساس هو 2. كون خديت 4 ولا 5 غنقسم على 4، خديت 5 غنقسم على 5. اذا دابا اللي تيهمنا هنا هو نعرف 2 والصفر شحال غادي نكسب هنا. اذا المنطق اللي غادي يعني باش نعرف بيه نعرف به شحال غادي نكسب هنا هو هذا، هو انني خاصني فيما نزل درجه نقسم على 2. إذا 16 قسمت على 2، 8 قسمت على 2، 4 قسمت على 2. إذا باش نوصل لصفر حتى حنا خاصني نقسم على 2، هذا هو البرهان. خاصني هنايا حتى هنايا خاصني نقسم على 2. وإذا إلا قسمت 2 على 2 غادي نلقى واحد، وبالتالي أن 2 أس 0 راه كتساوي واحد حسب هذا البرهان هذا. إذا هذا من ناحية. إذا إلا بغينا نطبقوا هذه الخاصية هذه كذلك على العدد 3، في المثال الاول خدينا الاساس هو 2، هنا غناخذوا الاساس 3. اذا الا خدينا 3 اس 4 غادي نلقى 81، وبنفس الطريقه هنايا هو هنا كلشي مكتوب. غادي نقسم على 3، نقسم على 3. اذا من اس 1 3 اس 1 تعطيني 3، ومن 3 من 1 ل 0 حتى هنا خصني نقسم على 3 وغادي تعطيني 1. اذا هنا غادي نشوفوا كدعم لهذا البرهان هذا، كدعم لي ان نطبقوا خاصيات اللي تنعرفوهم في الدرس اصلا. اذا كل التلاميذ كيعرفوا الخاصيه اللي تقول ا اس ان مضروبه في ا اس ام كتساوي ا اس ان زائد ام، اللي هي دي برودوي دو بويسونس دو ميم باز، يعني جداء قوتين لهما نفس الاساس. اذا هذه الخاصيه راه كلشي التلاميذ تياخذوها. اذا الا طبقت هذه الخاصيه هنا، الا طبقت هذه الخاصيه هنا، عندي 2 اس 3 مضروبه في 2 اس 0، اذا كتعطيني 2. نطبق الخاصيه، اذا بحال هذا هو ان، بحال هذا هو ان، اذا كتعطيني ان زائد ام، اذا ان زائد ام 3 زائد 0 كتعطيني 3. اذا هنا حصلت على النتيجه هو ان 2 اس 3، وتلاحظ بان هنا في الجداء هو راه عندي 2 اس 3.
إذا اثنان أس ثلاثة ضربتها في واحد العدد ولقيت اثنان، لقيت نفس العدد. إذا اثنان أس ثلاثة مضروبة في واحد العدد لقيت نفس العدد الأول اللي هو اثنان أس ثلاثة. ماذا يعني ذلك؟ يعني رأى أنني ضربت في واحد العدد اللي محايد بالنسبة لعملية الضرب، اللي هو أنني ضربت في واحد العدد اللي محايد بالنسبة لعملية الضرب، والعدد اللي محايد بالنسبة لعملية الضرب اللي هو واحد، وبالتالي كنتأكد بأن اثنان والصفر راها كتساوي واحد. إذا في هذه الخاصية كذلك، إذا نحاول نطبق هنا يعني نفس الخاصية هذه بطريقة عكسية. إذا غنبدأ هنا من أ أس صفر. أنا خدمت بأ باش نخدم صفة عامة، تقدر تاخذ عدد اللي بغيت. إذا إلا خديت أ أس صفر، أنا هنا في هذه الحالة عوضت صفر، عوضته بواحد ناقص واحد. ممكن تاخذ أي عدد، تاخذ 3 ناقص 3 ولا ان ناقص ان ولا 4 ناقص 4 اللي بغيت. انا خديت واحد. اذا الا خديت ا اس واحد ناقص واحد بحال غنطبق الخاص العكس ديالها، يعني غنمشي بحال غنمشي من هنا ونمشي لهنا. اذا هذه راه هي هذه. اذا فرقت بعدا زدت درت واحد ناقص غتولي تعطيني واحد زائد ناقص واحد، هذه راه هي هذه. شنو درت؟ فرقت هذه القوه هذه، غتعطيني هي واحد ا اس واحد مضروبه في ا اس ناقص واحد، حيت هادو الا جمعتهم هادو. الا طبقت هاد الخاصيه هادي، الا طبقت هاد الخاصيه راني غادي نرجع لهاد الخاصيه هادي وتعطيني ا اس صفر. دابا انا غادي بطريقه عكسيه، اذا ا اس واحد، ا اس واحد تعطيني ا، لان اس واحد تعطيني ا. كون خديتي واحد العدد اس مثلا للتوضيح، مثلا كون خديت هنايا 3 ناقص 3 هنايا ما تعطينيش ا اس واحد، تعطيني ا اس 3. خديتي 4 غتعطيك ا اس 4، انا عطاتني ا اس 1 وبالتالي هنايا عطاتني ا اس 1 هي 1. اذا ا اس ناقص 1، اذا تنعرفوا حنا واحد الخاصيه تقول ا اس ناقص ان هو المقلوب هو ا اس اس ان. اذا ا اس ناقص ان راه هي ا اس ان، وحتى ا اس ان كتساوي 1 على ناقص على ا اس ان كتساوي 1 على ا اس ناقص ان. اذا هنا اذا هادشي كله شرحناه كيفاش وصلنا لهنايا. دابا هذه هي المرحله الاخيره هنا. اذا كتبان لي بان راه كاينه ا في البسط وكاينه ا في المقام نفس العدد. اذا وعندي الجداء، اذا امكاني نختزل، اذا غنختزل ب ا مع ا وتبقى لي يبقى لي العدد واحد. شنو هي الخلاصه؟ ان ا والصفر هذا تعطيني واحد. السلام عليكم ورحمه الله.